أهلاً. بنت على تيك توك نزلت فيديو معين، فيديو أهبل، جابت 400 مليون مشاهدة، أكثر من سكان الوطن العربي كامل من المشاهدات، والفيديو كثير غبي، يعني ما في إشي. هذا اللي بدي أحكي عنه اليوم. كيف حالكم؟ تذكروا في حلقة أنس وأصالة لما قعدت أغري الشركات إنهم يعملوا معي دعاية؟ مرحب، كيف حالكم؟ أنا اسمي أحمد أبو الرب، بعمل محتوى عائلي جدا. في شركة ردت علي وفي هالحلقة حيكون في دعاية معينة، بس ما أتوقع تلاحظوها، ما حتعرفوا إنها دعاية. إذا عرفتوا إنها دعاية اكتبوا لي في التعليق، يعني بس ما أظنيت. على العموم اليوم بنحكي عن بنت اسمها بيلا بورتش. البنت كانت بنت عادية، يعني لا مشهورة ولا شيء، عندها على تيك توك كان 2200 متابع. نزلت فيديو معين، لا الفيديو فيه شيء مميز ولا الأغنية مشهورة، يعني الأغنية موجودة من زمان وعادي خلي الناس تنشين الأغنية، يعني هي ما تعبت، هي بس قاعدة تحرك وجهها يعني. المهم الفيديو هذا يجيب 400 مليون مشاهدة ولهلا عليه 34 مليون لايك، وبالتالي هذا هو أكثر فيديو معمول له إعجاب على تيك توك كامل. بس بنت عندها 2000 متابع نزل هذا الفيديو ويصير أكثر فيديو على لايكات في كل تيك توك. وشكل العالم يا جماعة لما شافوا الفيديو هذا خف عقلهم من كثر الإبداع. واو، كيف تقدر تعملي شو هالسلاسة بالحركات؟ أو ماي جود. طبعاً هاي البنت بيلا بورتش راحت من 2000 متابع لا شوفوا الرقم 23 مليون متابع بشهر واحد فقط. أنا صلي سنتين عم بحرث على اليوتيوب، بحرث حرافي، وصلت 2 مليون مشترك، وهاي البنت اللي قاعدة بتحرك خشومها تجيبهم بشهر؟ طبعا هاي الشغلة بتصير كل فترة، يعني على تيك توك كل فترة في بنت بتيجي بتعمل اشي غبي بعدين بتنشهر كثير وبصير بالمرة ترند لما تعمله. في عندك مثلا على سبيل المثال البنت الشجرة قبل كم شهر، بس هاي البنت فيها اشي مختلف. هاي البنت هي بالاصل شاب، اوكي بمزح. بس جد في معلومة غريبة على البنت حكيكم اياها في هذا الفيديو. هلا على العموم بعد ما نزل هذا الفيديو نجح كثير، البنت صار هذا ستايلها، صارت تعمل فيديوهات زي هيك. اقسم بالله قاعدة بتهز راسها. لا كويس، يعني لو في رذم لهزة الراس. رأيكم تستاهل 150 مليون مشاهدة؟ ليش يا اخي؟ ليش كل هاد؟ ليش؟ مش فاهم انا انه هي ما عم تعمل ولا شيء، يعني هي قاعده في البيت تفتح الكاميرا اوكي 200 مليون لايك شكرا. بس صراحه يا جماعه خلينا نقول الحق، يعني في المقطع تعمل حركه جريئه معينه، يعني اتوقع عشان هيك جابت 150 مليون مشاهده. رمشت، عملتها. كمان طبعا على الانستغرام كان عندها 6000 متابع، بعد القصص هاي صار عندها مليونين متابع بشهر واحد. بعد فيديو للبنت وهي بتغني chicken wing hot dog and bologna، بس هيك غنت شوي على 60 مليون مشاهدة تيك توك بس هيك. طب ليش 60 مليون؟ اغنية عن جوارح الدجاج، ليش بتجيب هلا؟ هيني انا دائما بغني لكم على ستوري الانستغرام، ليش ما حدا بيعبرني؟ ما عندي دواء. طبعا زي ما شفتوا يعني هي اكثر اشي بتحاول تبينه انها هي بنت كيوت كتكوت هيك كوري ناني. بعد ما بحثت في تاريخها شوي اكتشفت انه قبل ما تفتح حسابها تيك توك هي كانت جندي في الجيش الامريكي. بعدين تركت الجيش وصارت تيك توكر ونزلت 5 تيك توكات وفجأة صارت من أكبر تيك توكرز في التيك توك. حاليا عم تزيد مليون متابع في اليوم. في مليون شخص كل يوم عم بيطلعوا بيشوفوا فيديوهاتها وهي بترمش، بيحكوا لك أوه لازم أتابع هذا الإشي الخرافي. أنا عندي تساؤل واحد بس، لما كانت جندي في الجيش الأمريكي كيف حكت للجماعة اللي معها إنه أنا بدي أترك الجيش وأصير تيك توكر؟ شو كيف النقاش صار بالضبط؟ وقوف ها تقدم يا هو ها 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 استريح كابتن. تفضل يا بيلا بورتش، بدي أحكي لك شغلة. إيش بدك كابتن؟ أنا حترك الجيش عشان أصير تيك توكر. شو هذا التيك توك؟ هذا زي برنامج على الموبايل للرقص وقصص. بدك تترك الجيش عشان تصير رقاصة؟ لا يعني زي الرقاصة بس ببلاش.
اوكي اوه ثانك يو. لا تنسي تبعتينا الفيديو تبعونك. طبعا لانها بنت وعملت فيديو وانتشر. سوري ما كنت شايفكم، كنت مشغول عم بلعب رايس اوف كينجدمز. شو قصدك ما بتعرف رايس اوف كينجدمز؟ رايس اوف كينجدمز هي اللعبه الاستراتيجيه رقم واحد في العالم. لعبة خرافية يا جماعة، تقدر تلفل على راحتك في اللعبة وتدخل الحضارة اللي بدك اياها، بس احنا كعرب ما بزبط، لازم ندخل الحضارة العربية. ومن هون تقدر تدخل في تحالف عربي عشان تتنافس مع الحضارات الثانية في حرب الحضارات اللي بتصير كل اسبوع. تقدر تبني قلعتك الخاصة وتكون جيوش وتعين قائد. كون تحالفات والعب مع العالم كله. طبعا يا جماعة هاي الحلقة برعاية Rise of Kingdoms، اللعبة جد مسلية جربوها، هحط لكم رابط اللعبة في الديسكريبشن، اعملوا داونلود وشاركوا اخوانكم في الحضارة العربية. اكملوا الحلقة. طبعا لانها بنت وعملت فيديو وانتشر، مش فيديو واحد يعني كل فيديوهاتها بنتشروا، حيصير الاشي اللي بيصير دائما في التيك توك، حيصير كل شيء بتعمله عباره عن ترند. هلا في التيك توك اذا اي واحد بيعمل اي شيء وبنتشر كثير بصير كل الناس يقلدوه، اشي قمه في الغباء. حتى لو مثلا بنت عملت اشي وانشهر وهو اشي انوثي الشباب يقلدوها برضه يعني عادي. سفاح خرافي. تعرف ليش خرافي؟ لانه عم بيعمل على هاي الاغنيه تبعت ام تو ذا بي ام تو ذا بي، اعمل عليها فيديو برضه بين زلمه. اصعب الاشياء هذا انك تعمل هيك اغنيه وتبين زلمه. اذا والله انك رائع اقسم بالله بهذا الوجه، والله لو تحط اي اغنيه حتبين رجال. طبعا يا جماعه ما حد يسوء الظن، يعني هو مش عم بتفشخر بسياراتي، انا بعرف شو صار، هو غالبا بيته كثير صغير وما عنده مكان يصور الا في الكراج عند السيارات. نور مرح. اسمع عندي اقتراح، شو رايكم استضيفه عندي على القناه وايش شو حيطلع تحشيش؟ رايكم نسويها؟ طبعا نور مرح يعني معروف زلمه دائما لابس بندانه، يعني والله يعني بتلاقيه انولد هيك وعلى راسه هيك بندانه. بس هلا في التيك توك هاي مو لابس بندانه، ليش يا ترى؟ لا مستحيل 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 يكون شال البندانه عشان يبين كيف شعره بهز، يعني ما بيعملها. لا بالصراحة من أحسن الناس اللي بيهزوا راسهم، في انسيابية وسلاسة، يعني زلمة حتى رمشته قوية، يعني رمشته لسه أحسن من رمشة البنت الأصلية، زي هيك يعني إنه رمش العينتين مع بعض في نفس الوقت بالضبط، عارفين؟ هاي بدها تدريب كثير، شفتوا يا إخوان كثير تخلوا في التيك توك، يعني لو واحد فعليا عمل فيديو ينط من الشباك وانتشر، كل الناس حيصيروا ينطوا من الشبابيك ويصوروا فيديوهات، البنت عملت فيديو هي تهز راسها وترمش، خلص كل الناس صاروا يهزوا راسهم ويرمشوا. اوكي هاي البنت اسمها نجوم، اشي حبيته في التيك توكية تبعتها، هسا هي بتهز راسها بتحسها كانك سالتها اشي وهي بتحكي لك اوكي. نجوم بتحب الجوافه؟ كل حدا بحب الجوافه، الجوافه زاكي صح؟ يا صح، كيف الجو اليوم كويس ها؟ انا كمان نفس رايي. الله عليك يا نجوم، قال اسمعي بيحكوا شعري مو حلو معهم حق؟ شو؟ نجوم عم تحكي جد؟ انت بتعرف انك هيك عم تأذي مشاعري صح؟ اخ يا نجوم، اخ يا نجوم والله اذيتيني بكلامك. يا جماعة احكوا لي رأيكم بالفيديو هذا والبنت هذيك اللي جابت 400 مليون مشاهدة. نجوم البنت اللي جابت 400 مليون مشاهدة زنخة صح؟ شايفين؟ ولا تنسوا تعملوا لايك واشتراك، 100% من متابعي القناة مش مشتركين. نجوم حتشتركي في القناة؟ كون زي نجوم، بشوفكم على فيديو وحوش واغنية تعليقات يلا بيس. وعلى فكرة الجزء اللي حكيت فيه عن Rise of Kingdoms ما كان دعاية، هذا كان بس تنويه، كان بس هيك كان نفسي احكي عنهم فجأة هيك صار نفسي احكي عنهم. يعني بتصير معكم صح؟ بتكون قاعد في البيت وفجأة بتصير تحكي عن Rise of Kingdoms. هاي هي اغنية التعليقات، حنختار تعليق عشوائي هلا، هو تعليق عشوائي فلا تزعلوا. تعليق من الفيديو الماضي، علق في هذا الفيديو عشان تبين في الفيديو الجاي، تعليق عشوائي.